لازم كمان يعني من واجبي ان انا برضو اعلمكم الاتيكيت. الاتيكيت لما تيجي تاكل الجاتوه يعني خاصه لو انت عند ناس بصوا بتقطع حته كده بالسكينه، ما تاكلش يعني ما تمسكش الجاتوه كده بايدك وتقوم اكل، لا بلاش الاسلوب الهمجي دوت، بتقطع حته كده بالسكينه فاهمني، وبعد كده تعمل ايه، تقوم اخدها بالمعلقه فاهمني، المفروض ما تمسكهاش خالص بايدك، معلش لا ما ينفعش، يبقى ايه نحاول ايه ناخدها كده، ممكن برضو نستعين بالايه بالسكينه عشان نظبط الزوايا تمام حلو كده، وبعد كده تقوم ايه تاكل. طبعا منظرك هيبقى وحش وبقك برضو ايه هيتعكعك، فتقوم تمسك بايدك وتاكل عادي مفيش مشكله خالص.